يا صباح الفل ومساء الفل على حسب الوقت اللي انتي بتشوفي فيه الفيديو بتاعي. حطي لايك للفيديو ده واشتركي في قناتي لو اول مره تشوفيني، ويلا بينا نبدا الفيديو. هنا بنت عمتي واختي كانوا نزلوا زنقه الستات عشان يجيبوا بضاعه، طبعا شغاله في الخرز والشغل الجامد ده. هوريكم دلوقتي هي عملت لي ايه. انا واختي اللي حابين يعرفوا اسعارها او البيج بتاعتها يدخل لي في الانستجرام يسالني وانا هبعت له اللينك بتاعها على طول. تمام، كنت بوريكم هنا بقى الحاجات. بجد يا جماعة كانت حلوة، انا عملت حاجات كتير قوي والحاجات كلها شكلها قمر، شكلها تحفة تحفة تحفة. تمام، زي ما انتم ما شايفين بقى انا عمالة افرجكم هنا على كل حاجة، وبجد كانت جايبة بضاعة كتير قوي وكلها بجد كانت قمر 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 يعني. تمام، تعالوا بقى نتكلم شوية. بس ما فرشتش الكفرات بتاعتي، ان شاء الله يعني هفرشهم يا اما بكره يا اما بعد بكره. انا مستنيه بس السباك يجي يا جماعه، عشان السباك بجد بيجي بيدوس على كل حاجه، فانا مش عايزاه يجي يدوس على الكفرات بتاعتي. المهم، اول كومنت زي ما قلنا هناخده 3 كومنتس، سؤال واتنين كومنت حلوين او 3 كومنت حلو. اول كومنت من حياه بسمه بتقولي ميرا يعني ليش حبيبه قلبي، هي والده بقالها 3 شهور وعايزه تنظم حياتها عشان حياتها متشقلبه. حب اقول لك يا بسمه ان انا حياتي متشقلبه اكتر منك، لو متابعه الفيديوهات بتاعتي هتلاقيني في عشوائيه تامه، مش بنظم حاجه ولا بعمل اي حاجه يعني. تاني كومنت من نورة مينا كتبالي ميرا القمر، انتي حبيبة قلب القمر. على فكرة انا عارفة ان انتي بتكتبيلي كومنتس كتير، انتي والكومنت التالت اللي هو من شهد شهاب بتكتبلي دايما كتبالي بحبك قوي. انا اللي بحبك قوي عشان انتوا لسه معايا لحد الوقت اللي انا فيه ده. متنسوش تكتبوا بقى الكومنتس، في كومنتس حلوة كتير يا جماعة شفتها. ان شاء الله الفيديو الجاي هقول بجد بجد، مش هسيب اسم مش هقوله، مش حلوين، وهكرر الاسامي. يعني مش معنى ان انا قلت اسامي المره دي مش هقولها الفيديو الجاي، لا هقول عادي الفيديو الجاي والفيديو اللي بعده عادي جدا، هفضل اقول يعني الاسامي بتاعت كل امر. خدت بقى الستاره المضيئه بتاعتي وبدات ان انا احطها على الكنبه بتاعت الانتري زي ما انتم شايفين شكلها، وهي مولعه يا جماعه بجد خرافي. بس انا نقلت مكانها على فكره، نقلته على الكنبه الكبيره، هبقى اوريكم شكلها على الكنبه الكبيره عامله ازاي، برضو شكلها فبجد ومديه ديكوريشن حلوه قوي بالليل كده، يعني تحس انها رومانسيه جدا يعني. المهم بقى يا جماعه كنت بجد مصدعه ومخنوقه وعايزه حاجه كده ترطب على قلبي، فقمت عملت لنفسي كوبايه كركديه قمر. الكركديه المره دي طعمه حلو بجد، الكركديه ده قمر 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 يعني، طعمه حلو قوي، في لذعه كده عجباني قوي بتاعه الكركديه. المهم بقى خدت طعم التوابل بتاعتي كده، فكيت كل التوابل بتاعته وغسلته كويس جدا، هتلاقوه نضيف. العبوات بتاعته طبعا طبيعي يكون فيها توابل بس هي نضيفه يعني. تمام، تعالوا بقى اوريكم بنت خالي عملت ايه. السلاسل دول بتوع اختي، احنا بننقي وهي بتنفذ، احنا بننقي نوع الخرز والشكل وهي بتنفذ على طول. تمام، ده شكل التلاتة، شكلهم حلو قوي، شكلهم شيك قوي 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 يعني، بجد حلوين حلوين حلوين. وهوريكم دلوقتي بتوعي برضو. انا كان عندي يا جماعه دلايتين، قلت لها ده خليل الدلايات بتاعتي في الخامات بتاعتك، الدلايه اللي لونها لبني دي، لا الدلايه دي محطوطه في خرز ابيض في لبني، بس مش عارفه ليه الفلاش مخليها لونها ابيض، هبقى اوريها لكم بالتفصيل في فيديو. ودول خلخالين، وكانت عامله لي خلخال ثالث وريته لكم الفيديو اللي فات ده على طول. شوفوا بقى الدلايه الفراوله دي بجد شكلها حلو قوي 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 قوي، كل ده البسه في المصيف، كل دي حاجات روعه 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 للمصيف بجد، حاجات خرافيه. تعالوا بقى اوريكم منتجات خلصتها، هل هرجع اكررها تاني ولا لا، يلا بينا نبدا. اول حاجه معايا يا جماعه هي اللاصقات بتاعه الحبوب، طبعا طبعا هرجع اكررها مره تانيه وثالثه ورابعه وخمسه وسته الى الابد. بجد يا جماعه من افضل الحاجات او افضل الاكتشافات اللي انا اكتشفتها للحبوب. اوكي، دي كده اول حاجه. تاني حاجة معايا هي طبعا الفيتامين بتاع الهير تونيك، من الحاجات برضو الحلوة قوي اللي انا بحبها، بحب جمع فيتامين الشعر اللي تكون مخصصة للشعر لانها بتدي نتيجة احلى. تالت حاجة للبالم اوريفليم، كويسة بس مش هرجع اكررها تاني دلوقتي. هنا بقى كنت بسلق بنجر مع البطاطس، بس طلعت البنجراية دي بايظة فطعمها كان وحش. هنا بقى كنت قطعت السلطة بتاعتي وحطيت البيض كده عشان اجهز الفطار بتاعي، وفطرت الحمد لله وظبطت نفسي وظبطت حالي. هنا بقى ايه، كان المناديل عندي خلصت من الحمام وخلصت من المطبخ، بدات اخد كده المناديل زي ما انتم شايفين، المناديل الطويله دي حلوه قوي، حطيتها في المطبخ بتنفعني في حاجات كتير قوي يا جماعه على فكره، بجد بتنفعني بتنفعني يعني.
هاخدها دلوقتي واحطها في المنظم بتاع المناديل. المنظم بتاع المناديل ده برضو من الصفقات الربحه عندي، الربحه عندي مش عارفه اسمها ايه، بس من الصفقات الحلوه جدا اللي انا بجد مبسوطه ان انا جبته. وخدت بقى برضو حطيته كده في الحمام، مهم جدا بالنسبه لي اللي في الحمام ده. هنا بقى يا جماعه بنت عمتي كانت عندي زي ما انتم شايفين، بصوا ابنها بجد يا جماعه يعني ما بيبطلش بوس ولعب مع ايزابيلا بجد يعني. المهم هنا بقى خدت الزبادي زي ما انتم شايفين كده، وكنت عايزه افطر ايزابيلا، كلتها بقى علبه الزبادي اللي هي دانون دي، حلوه جدا وهي اكلتها الحمد لله يعني. هنا بقى بصوا السرير كان عامل ازاي، وانا بصراحه كنت مخنوقه من الملايه دي اساسا. بينا بقى كده نغير الملايه ونظبط الدنيا لاني كنت زهقانه قوي. بصوا القمر بقى، فرشت ملايه حمر قمر كده وحطيت شويه شموع، انا مش هولعها بس كان نفسي اشوف ديكوريشن، بقالي كتير قوي ما عملتش ديكوريشن لاوضه النوم او عملت حاجه كده شيك. خدت بقى المعطر اللي بالخوخ ده وقلت اعطر كده اوضه النوم، حلو جدا بتاع ماي واي، معطرات ماي واي جامده قوي يا جماعه على فكره وبتثبت. تعالى بقى نتكلم ملخص الثلاث ايام اللي فاتت دول. ما اعرفش ليه يا جماعه ما كنتش عارفه اكمل فيديو، مش عارفه في ايه، حاجات كتير قوي جبتها، حاجات كتير قوي اشتريتها برده ما صورتهاش معاكم. لو عايزين اشارك كل حاجه معاكم قولولي. امبارح برده طلبت وجبه من فريد وبجد يا جماعه طعمها قمر، بجد طعمها خرافي. برده ما شاركتهاش معاكم. بنت عمتي كانت عندي امبارح، كانت الدنيا دوشه ما عرفتش طول اليوم اصور اي حاجه حرفيا، في كل حاجه كانت بجد متلخ فين حياتي. 3 ايام دول ما كانتش متظبطه، حتى انا ما كنتش عارفه اظبط الجدول بتاعي، مش عارفه اظبط يومي، مش عارفه انظم يومي، كنت برضو مخنوقه شويه فما عنديش اي انرجي ان انا اصور او اشارك تفاصيل اكتر من كده معاكم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم اساسا، مقطع من كل يوم والدنيا متلخفنه قولولي لو انتوا اتضايقتوا، او قولولي لو انتوا بتحبوا عادي الفيديوهات العشوائيه، المهم تشوفوا جزء من يومي. بحبكم جدا جدا وبحب الناس اللي بتتابعني في اي فيديو خلاص كده ينزل. هوريكم الكفر بتاع الصاله، للاسف طلع صغيره، هوريه لكم الفيديو الجاي. الكفرات بتاعه الصاله بس احنا لقينا لها حل يعني، هنجيب لها فرو وهنكملها، هنعرفه نتعامله يعني باذن الله. سباك برضو جه يا جماعه وبوظ الدنيا يعني، بجد بجد انا حياتي الفتره دي متدشمله 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 يعني بجد. حوارات 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 ما مش عارفه الحقها من مين ولا من مين بجد. فان شاء الله هشارك معاكم برده كل حاجه هتحصل. تنسوش اهم حاجه بقى اللايك والاشتراك في القناه، وتفعلوا علامه الجرس على علامه الكل عشان يوصل لكم اشعار طبعا باي فيديو جديد انا انزله. باي حلوين.